واحنا بنحتفل بولادة يسوع عندي ليكم مفاجأة كبيرة. يسوع وعد ان يدينا سلام في وسط الظروف الصعبة اللي احنا بنعدي فيها، عدى بيها قبلنا علشان يقول لنا ان هو معانا. ناس كتير واحنا واطفال كتير حوالينا من كل الدول العربية محتاجين السلام الحقيقي ده، عشان كده انا بدعيكم للحفلة بتاعتنا، في حفلة رئيس السلام، عشان ناخد كل السلام اللي عنده. يسوع هو رئيس السلام، ومنتظرينكم في رئيس السلام. رئيس السلام ومنتظرينكم في رئيس السلام منتظرينكم في رئيس السلام.